السلام عليكم، يومكم جميل بإذن الله. أتمنى لكم كل الصحة والسعادة، اللهم آمين. معانا النهاردة ماسك حلو جدا، ينفع للوجه وينفع للجسم، للإيدين، للرقبة. ماسك وصفة هندية لتصفية الوجه من الحبوب ومن التجاعيد وتبييض الوجه بطريقة عايزة أقول لكم هتلاحظوها من أول استعمال. لو عندك مناسبة، لو عندك أي حاجة، الماسك ده حلو جدا. تعال نشوف المكونات. مكوناته سهلة زي ما احنا متعودين. معانا هنا أول حاجة معلقة من الذرة الصفراء او الذرة المغلفة، اي نوع ذرة عندك. ده هننقعها من بالليل لو هي ذرة عادي من عند العطار ناشفة، ولو هي في المغلفة او المعلبة خلاص اوكي. هنحطها في مية من بالليل للصبح، وبعد كده نضربها ونطحنها بالشكل ده. تمام، حلوة جدا جدا للبشرة، بتقشر البشرة، بتنعمها، بتبيضها. كمان معانا معلقة من الدقيق العادي، الدقيق اللي احنا بنستخدمه في المطبخ، ومعانا بيضة. هنحتاج البيضة كلها. البيضة طبعا احنا اتكلمنا على صفار البياض، وطبعا البياض احنا عارفينه، هنتكلم شوية عليه. ومية ورد او مية مفلترة او مية معدنية. طيب، بياض البيض طبعا عارفين ان هو بيشد البشرة وبينعم البشرة وبيخليها كده ليها شدة معينة وحاجة تحفة. فانا مش عايزه اطول عليكم الفيديو واقول لكم كل مكون، عشان انتوا دايما بتقولوا ما تطوليش وما تتكلميش كتير، احنا عايزين الوصفه وخلاص. خدنا معلقه من الذره اللي احنا هرسناها في الخلاط بعد ما نقعناها من بالليل للصبح، معلقه ومعلقه من الطحين او الدقيق، الدقيق العادي. لو انا ما عنديش ذره ممكن استبدلها بطحين الذره. تمام، معانا هنا بقى هناخد البيضة زي ما قلتلكو قبل كده في ماسك الفازلين والبيض. البيض من الصفار، من الحاجات التحفة لتغذية البشرة وتجديد خلاياها. ونحط بقى معلقتين من مية الورد. صحيح نسيت اقولكو على معلقتين، معلقة واحدة بس كبيرة من جل الصبار، سواء الطبيعي او اللي من الصيدليه، طبعا يفضل دايما دايما الطبيعي. حطينا معلقتين من ميه الورد، هنقلبهم كويس مع بعض علشان يتجانسوا كلهم مع بعض. الماسك ده هايل جدا، هايل. هنقلبهم بحيث ان كل الكلاكيع اللي موجوده دي تروح معانا بالشكل ده. قد ايه بيصفي البشرة من العيوب، من البقع، من الحبوب، بجد من التجاعيد. جربوا الوصفات، شاركوها مع اصحابكم، استمروا عليها. يعني ما تقوليش انا عملتها وخلاص ما لهاش نتيجة. انا هنا شوية الدورة دول بصراحة قلت مش هرميهم، فهكمل بيهم الماسك. الماسك ده بيقعد من اسبوع لاسبوعين في التلاجة، يعني يفضل تحطي نقطتين جلسلين معاه، او الجيل الصبار برضو هيحفظوه، يقعد معاكي من 7 أيام لأسبوعين. هنحط معلقة من جيل الصبار سواء الطبيعي أو اللي بنجيبه من الصيدلية، ويفضل كل حاجة طبيعية. خدنا معلقة. تمام، وهنقلبهم مع بعض. قد ايه تغذية، هتلاقي بقى نعومة وهتلاقي بياض. ما تستخسريش تحطيه في ايديكي، ما تستخسريش تحطيه في رقبتك. ينفع كمان للجسم، حلو جدا. هنقلبهم كويس مع بعض. هنستخدمهم قد ايه؟ هنستخدمهم من 2 لـ3 للبشرة، تغذية، تبييض، تصفية البشرة، ملء الفراغات او الخطوط الرفيعة، تقشير كمان للبشرة. حلو جدا جدا. نحط بقى ايه، يعني كبسولة من فيتامين ايه، فيتامين اي، كبسولة من فيتامين اي. مش موجودة نحط زيت اللوز، مش موجودة ممكن نحط الجريسلين زي ما المتاح عندكم.
خلاص كده الماسك بتاعنا جاهز، هنغسل وشنا كويس وبعدين نفرده على بشرتنا، هنسيبه بشرتنا ورقبتنا ايدينا، سواء كمان لو جسمكم عايزين تقشروه او في جلد وزة او عايزين يفتح، وهنحطه على بشرتنا، هنسيبه من تلت ساعة، من 20 دقيقة ل 30 دقيقة بالظبط. وبعد كده نفرك بايدينا بلطف مش بقوة، بعد كده نغسل وشنا بمية عادية، وبعد كده نحط المرطب بتاعنا اللي انت بتحبيه او المرطب اللي عملناه مع بعض في القناة. واتمنى الوصفة تكون عجبتكم، متنسوش الاشتراك ولايك وشير.